فيكم مشاهدينا، ويا هلا بالمايسترو جراح الصايغ وفرقتنا الموسيقية، ويا هلا بضيفنا المميز اللي غاب عن برنامجنا سنة ورجع وبرصيده مجموعة من الأغاني والأعمال المميزة والمشاريع المختلفة. بنسولف معاه وبناخذ جديدة وبنسمع معاه أغاني مالها حل، كل هذا وأكثر، لكن متى؟ بعد الفاصل، خليكم ويانا. أثبت حضوره في أول ظهور له، وكانت هذه أول خطواته على سلم النجاح، وبدأ بتسجيل الأغاني وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وتميز بالأزياء والكاركتر الخاص فيه، واللي نلاحظه بشكل واضح من خلال المقابلات، الصور أو حتى بالفيديو كليب. ولحب الجمهور نلاقيه متواصل معاهم دايما في مواقع التواصل الاجتماعي. ضيفنا الفنان حسن العطار. علمني الوقت كيف اكسى على طبعي، من طول الوقت لو هو قاسي لاري، من يرفض العقب يكبر عقبها عقل صار قبل الحب هيماني، كم قلب عذرة ترك فيها الهوى صدعي. ناديت والليل جاوبني
حياكم الله مشاهدينا ويا هلا فيكم، واكيد سمعتوا الاغنيه المميزه من الصوت المميز والضيف المميز حسن العطار. يا هلا يا هلا ومرحبا ولهنا عليك. والله انا بعد صار لي سنه عنكم. اي والله انت كنت ويانا الموسم الاول، يمكن مشاهدينا اللي تابعونا بالموسم الاول يمكن لاحظوا ان حلقتك كانت من اجمل الحلقات اللي قدمناها توقعي. بالموسم الحمد لله اجزم مو اتوقع. انت ما شاء الله عليك نشيط، وبغض النظر عن اللي تكلمنا فيه كله اكيد في شيء جديد، يعني اكيد قاعد تحضر حق شيء جديد. والله في شيء اسمه فيجوال البوم راح يتكون من اربع اغاني ان شاء الله. راح ينزل بدايه السنه 2020. عشان مع لحظة لحظة, لحظه 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 احنا نعرف ميني البوم. ميني البوم نعرف البوم لا. بس فيجوال البوم او البوم بصري صح، فيجوال البوم اي او مرئي صح. الفيجوال البوم قصته ان اللي يبي يسوي فيجوال البوم لازم يكون عنده رساله ونقطه وهدف معين للالبوم، ما يصير ننوع فيه، ما يصير الالبوم يكون منوع كثر ما هو يكون لهدف لشيء معين او لفكره معينه. قصه في اربع اغاني. وشنو قصتك؟ شنو قصتك؟ ما تبي تقولها؟ نقول أغنية من القصص مثلا اكسكلوسيف حقك او حق البرنامج اكيد طبعا. يلا نسمع. لا حبيبي لا تجيبون طاري، خلوه يلعبي على كيفه يسوي بقلبي اللي يسوي كل حلاله، لو ذبحني بسيفه. الله مثلاً. الله والله متشوقين نعرف القصة عاد الحين. أنا بعرف القصة كاملة. أغنية إلا حبيبي من ألحان الدكتور أحمد الحمدان وكلام علي مساعد، من الأغاني اللي أول ما سمعتهم من الدكتور أحمد الحمدان أنا قلت لأبيها. قلت لأبيها ليش؟ قلت أنا قاعد أسوي فيجوال ألبوم راح تدخل صح مع الدنيا اللي أنا قاعد أسويها. وفعلاً الرسالة اللي هني تقول إلا حبيبي لا تجيبون طاري، خلوا يلعب بي بقى على كيفه، هو شنو يبي ما يسوي فيني، خليه يسوي اللي يبي. مدلل طبعا. فالفكرة الالبوم كلها عبارة عن بيس، وحدة، وراح اتكلم اشياء عن حياتي الخاصة فيها الالبوم. واو. ما حد شافها اتوقع. واو. ما حد شافها اتوقع. هي الفكرة بحد ذاتها فكرة جديدة، ما اعتقد انها طرحت ب ما اتوقع احد سواها. يمكن اللي سواها في 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 الغرب في امريكا وبريطانيا بس كوطن عربي شويه جديد الفكره عليهم، لان كل شيء راح يتصور دوكيومنتد، كل شيء راح يكون دوكيومنتد، وراح نقول لكم ليش تصور دوكيومنتد. دوكيومنتد بمعنى موثق. موثق طبعا. ويمكن تشوفون اشياء جديده ما عرفتوها عني للحين، يمكن اشياء تعجبكم، اشياء ممكن تكون صعبة الواحد انها يتقبلها، لان يمكن تكون تزعله، في زعل بالالبوم، في ديبرشن وايد عالي، مشاعر مختلطة اي، بس كلها اتوقع يونيفايد او كلها تكون موحدة في فكرة واحدة. شلون تختار حسن؟ لما ازعل اختار، يعني الحالة النفسية هي اللي تحكم. معقول اي والله لما ازعل اختار. زين علشان كذي نلقاك انت دائما توجه الاغاني اللي انا ما احس صوتي يركب على الفرايحي لتسي. والله ما يركب، لا ما احس. انا احب بدي اغني شيء، يعني يا اغني شيء عن حب ويكون هادي وكلاسيك، او اغني شيء وايد حزين. انا وايد انسان حساس بزياده، اي كلمه يمكن تزعلني بسنين. سنين شيء، يعني شيء انا اقول ليش انا كذي او ليش كذي. والحين دخلنا بمجال جديد اللي هو مجال اني اكون مغني وانزل اغاني و فودي الناس اللي تسمعني تكون عارفه انا شنو ودي اوصل. دائما يقولون اختار اغاني سوق، اختار اغاني سوق. كنت اقول لهم لا، ما ابي اختار اغاني سوق، ما احس مهم، احس المهم ان انا اوصل اللي ابي حق الجمهور، والجمهور راح يعرف انا شنو ابي، يمكن يحس معي نفس الاحساس اللي انا عايشه.
نبي نسمع اغنيه يلا بس بدون زعل. ها بدون زعل اليوم احنا مستانسين. نسمع اغنيه مشاهدينا ونرجع نكمل حوارنا مع فناننا حسن العطار. Oh,
ابو سرت وغلطتي فضلت اسمع. الدنيا دار العقول حكمت المحكمة حضوريا خذانا فيها الغرور خطوات الشيطان على مسرح كيفان. حسن، احنا نلاحظ هالايام ان وايد توجه الفنانين على سينجلز وانت واحد منهم. يس. ليش السينجل اسهل ولا ياخذ وقته؟ يعني الحمد لله من اول ما نزلت اخي حظي لليوم شغاله، وهم لاني تدري ياخذ وقتهم اكثر. الالبوم لما ينزل يمكن واحدة تضرب من الأغاني أو ثنتين يضربون، الباقيين شوية ينسون أو يندفنون ينهضم حقهم. صح. أيوه. بس مو غلط إنش نزلين، عشان كذي أنا أتوقع أن رحت صوب شيء اسمه فيجوال ألبوم. كل أغنية لازم تكون مصورة، وكل أغنية لازم يكون لها قصة، وكل أغنية راح تنزل ترى فيجوال ألبوم مو ضروري ينزل كل أغاني في نفس الوقت. ينزلون بأوقات مختلفة بس ما يكون في جاب وايد كبير بينهم. أي علشان يظلون مرتبطين ببعض. ممتاز. Yes. يعني دائما أفكار جديدة، ومن ضمن الأشياء اللي إحنا سمعناها بعد وعرفناها إن قاعد تجهز حق كوفرز. صح. بتغني بلغات مختلفة. صح. مو لهجات، لغات. صح. منها اللغة الفرنسية. صح. مي كي تبا الفوتو بلي تبا سوبلي سون فوي ديجا وبلي لتون دي مالونتون دوي لتون بيرتو se voir comment oublier ces heures qui touaient parfois le cœur de pourquoi le cœur de bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas. أنا الحين سمعت وهم حزينة، ما يش فيني هالسنة على الحزن. هالسنة أنا شفتك من أول ما يعني برست علينك حسن العطار. ترى أول أغنية كانت قالوا الحب أعمى وهم كانت حزينة. وهم كانت حزينة. شنو قصتهم هذول الكفرز حق؟ هو قاعد يقول لها إن أنت ليش هديتيني وأنتي أنا سويت لك كل العالم هذا رحتي عني كذي، أنا أبيك تردين وأبيك تكونين ملكتي وأنا أقدر أصير اللي أنتي تبينه. فلا تهديني وتروحي. أتمنى إن تنزل لنا ترجمة. حاضر أكيد طبعا ترجمة موجودة. علشان إن الكل أكيد يستمتع بالأغنية. أتمنى. مع فهم الكلمات مو مجرد أتمنى اللحن والصوت. وأتمنى أتمنى تنجح كثر ما أتمنى إنها تفوش الناس وتأثر فيهم. ليش أخذت القرار إن أنت تفتتح شركة إنتاج فن؟ لما أنا قبل The Voice كنت بالكويت أو ما جيت الكويت. كنت ضايع. ما كان في احد يمسكني من ايدي ويقول لي حسن سوي كذي 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 بكل شيء مو بس بالغناء. يعني ما انكر ان الدكتور يعقوب الخبيزي فهد الناصر استاذ فهد الناصر كانوا ماسكين ايدي، بس في اسبكتس ثانيين غير الغناء، في تصوير، في شلون اتكلم، في شلون تطلع، شلون تلبس، شلون تسوي. توجيه. ما كان عندي توجيه. فاضطريت ان انا اتعلم شلون اوجه نفسي بنفسي. فاليوم اشوف تالنتس وايد يمكن احسن مني بمراحل كبيره. بس تلقين توجيه شويه ضايع. فلما نرسم لهم خط معين وتوجيه معين وروح معينه اتوقع انهم راح ينجحون. تعرف تمثل؟ راح تتوجه للتمثيل اليوم؟ لا. ليش؟ ابي امثل بالكليبات اللي انا بنزلها حق المشاهد عشان يفهم حسن في اطار شغلك. لا، والتمثيل مو خارج حسن. ها، يمكن يكون التمثيل اليوم الحين انا مستانس بس لازم اوريك ان انا زعلان عشان توصل لك المعلومه بالاغنيه نفسها. اي رساله. اي بس اعرف امثل نفس الممثلين. لا مو وايد. اعرف اطلع احساس معين يمكن. تعلمت شويه. بس مو اكثر من كذي. مو أكثر. يمكن السنة الجاية يتغير رأيك. الله أعلم.
للحين رافض، بس السنة الجاية ما احسني ممثل، ما احس يعني اذا بمثل راح امثل شيء في غنى او دور يكون هو موسيقي او هو شغلته انه يغني بس مو اكثر. يعني حتى المسرحيات اللي مثلت فيهم كان دوري مغني، وكان يعني ما اطلع من اطار الشغل الاساسي اللي انا فيه. اي بس ممتاز، الله اعلم السنه الجايه شنو خشت لك وشنو خشت لك. بس اجين نبي نسمع اغنيه، دائما نبي نسمع اغنيه اكيد، ونرجع نكمل سوالفنا لان انا عندي بعد وايد سوالف. تفضلي نسمع اغنيه مشاهدينا ونرجع لكم. حياتي وهو مش فيها، سنين عدت رضيت بيها، وفاكر لو قابلت عني عادي جدا هعدي. وديك ياللي افتكرت انسي قابلته الليلة واتهزيت، طب ازاي في حاجات بتموت وتيجي الصدفة تحيها. دي صعب عليا وعمل ايه
رجعنا لكم مشاهدينا ومستمرين أكيد في حوارنا مع فناننا المتميز اللي أنا شخصياً سعيد أن أنا قابله المرة الثانية، حسن العطار. حسن، أنت وايد متميز باللوك مالك. اوكي كملي عشان اري. اوكي جد جد عندك طله خاصه فيك اتوقع؟ يعني عندك شخصيه معينه بلبسك، مرات تصير غريبه جدا ومرات تصير وايد ستايل وانيقه طبعا، ومرات تصير كلاسيك. على اي اساس تختار ملابسك؟ على المود، على المزاج. على المزاج. إيه. اليوم مزاج استانس، تلقيني البس اشياء الوان، مرات زعلان ابيض باسود، واسود اسود اسود، مرات كلاسيك بدله كل شيء يحكم الحاله النفسيه عند حسن العطار. اتوقع كل انسان كذي، بس في ناس تحب تخش. وليش تخش؟ شنو ليش تخش؟ شنو في شيء يخش؟ ليش لا تخش؟ تتوتر من الانتقادات مثلا مرات، يعني على الشكل، على اللبس، او على مثلا سلوك معين، او يعني مرات تي انتقادات. يقول لك لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. اليوم اكبر الفنانين في اكبر العالم ستايلهم ما له شغل بالعالم اللي احنا عايشين فيه. كل واحد يعبر عن شخصيته من خلال لبسه. وانا بفن، اتوقع انا وكونكتد تو فني. احس حسن والفنان الحسن، لان انا اشوفهم غير عن بعض. بس لما يكونون في كونكشن يصيرون واحد. ما ادري اذا مفهوم اللي قاعد اقوله ولا لا، بس يعني هو حسن لما يكون بالبيت غير، ولما يطلع هنا في لقاء غير. بس اثنيناتهم هم روح واحده وشخص واحد. وشخص واحد. ترى انا قاعد اسوي سكتشز. انت ترسم؟ اي يعني انا اللي ارسمها، وانا اللي اعطي الريفرنس. ومن وين تستوحي؟ يعني من وين قاعد تستوحي افكار الملابس او اللاين مالك؟ من كذا براند اكيد. لما احنا نشوف فاشن ويكس ونشوف دنيا ونسافر حق فاشن ويكس وفي فرنسا والمانيا وايطاليا، كلهم يسمون فاشن ويكس. يمكن اغرب فاشن ويك هو في المانيا. بس القصد انه نطالع كلهم، بعدين احنا نرسم نفس ما احنا نبي ونعطيه حق الناس، حبه وحبه وما حبه، اللاين اللي بعده والكولكشن اللي بعده. ما في نوقف، لان اللاين عباره عن استيحاء معين في وقت معين. ما نجح اللي بعده، ما نجح اللي بعده. دائما قابل للتطوير ودائما قابل أكيد للتغيير. اكيد اكيد راح اغلط، لان انا اول مره انزل طبعا. اكيد اكيد راح اكون يمكن في اشياء غلط في اشياء صح، فان شاء الله الناس تحبها. زين، يعني اكيد في اشياء غلط وفي اشياء طبعاً. صح، بس الشيء الغير قابل انه هو يكون خطا ان احنا نسمع اغنيه منك الحين مع المايسترو جراح الصايغ. اكيد بدون طبعاً. فرقه موسيقيه. امان
يسلم الصوت، فاجأتني بالاختيار. وايد حبيتها. وايد حبيت الأغنية. أي وايد أحب الأغنية. إذا تكلمنا شوي عن اهتماماتك غير الفن والإنتاج الفني والفاشن ديزايننج، لأن أنت الحين لاحظ كل ميولك الحين داش فيها فن، لازم فيها حس فني. الأكل. أوه. الأكل من أي ناحية؟ درست الأكل كله. واستنتجت إن مو كل الأكل هناك له صح. ف يعني متوجه حق نمط حياة صحي مثلا؟ جدا لأبعد حد ممكن، بس مو نمط مو زين ولا نمط طعمه مو حلو. نمط طعمه حلو وأكله حلو وبالعكس وايد هيلثي. ستيل أبي أسمع أغنية. يلا مشاهدينا أكيد يبون يسمعونها. أنا اليوم كله غاي حقكم. يلا مشاهدينا نسمع أغنية من فناننا حسن العطار ونرجع نكمل حوارنا وياه. بس لكن ما لقيتك.
رجعنا لكم مشاهدينا، ودائما دائما يقولون الاوقات الحلوه تخلص بسرعه، لان وصلنا حق اخر فقره من فقرات برنامجنا. من احلى البرامج والله، من احلى البرامج اللي يعني استضافوني فيها. ان شاء الله السنه الجايه مره ثانيه ان شاء الله، واللي بعد ان شاء الله ان شاء الله. واحنا دائما دائما نتشرف فيك يا حسن، ودائما نستانس بوجودك ويانا، ودائما دائما نلقى اصداء حلوه لما تكون ويانا، ولما تؤدي هالاداء الصادق اللي دائما تمتعنا فيه. انزين، فقرتنا الاخيره دائما تكون فقره بيني وبينك. اوكي فبيني وبينك يا حسن، متى تعصب؟ 6000 مرة باليوم. خلال 24 ساعة يمكن 6000 مرة. إذا شو اللي يستفزك على الأقل؟ يمكن أنا وايد دقيق في شغلي، أتوقع شغلي يستفزني. شغلي إذا كان في شيء غلط يستفزني، لأن أكون محضر قبلها بوقت وعارف شنو بسوي، وعارف شنو الدنيا اللي بتصير معاي. بس أشياء ثانية ما تستفزني، لا، بس شغلي يستفزني. أكيد في ناس اطلعوا من حياتك لسبب أو لآخر. وايد، كل يوم يطلعون الناس، كل يوم. موضوع حلو. بس المشكلة إذا كان هالناس هذولي للحين عندك كلام لهم بقلبك تبي تقوله، منو هذول؟ وايد ناس، وأولهم اللي كانوا وايد معاي في حياتي، ما راح اقول اسامي بس هم راح يعرفون نفسهم وهم يطالعوني. انا الحين احبكم، اقول لهم انا مو زعلان من احد، بس اضطريتوا تطلعون من حياتي عشان انا اعرف اكمل. لان اذا انا ما طلعت من حياتي انا ما اعرف اكمل، راح اتوقع انتهي. اتوقع ما اكره احد، بس مرات في ناس تطلع من حياه ناس لسبب انك لازم تكمل حياتك. الحياة فيها مشاكل مو؟ كل يوم وكل وقت وعادي، مو غلط. المشاكل تعلم وايد، علمتني أنا وايد. والحين أنا قاعد هني ويمكن أنا وايد مستانس، بس صوتي رايح، سوري. بس لما أرد البيت عادي أزعل على ناس طلعوا من حياتي بسبب أو بدون سبب. بس خلاص لازم تكملين. You cannot stop، ما يصير. لازم ما نقدر.
شلون تواجه مشاكلك؟ اطلع باغانيه. There you go. قلتيها. اطلع باغانيه يطلع بالناس اللي تطالعني وتشوفني وتقول ليش هو زعلان اليوم؟ هو ايش فيه اليوم؟ ما كنت زعلان اسبوع من الاسابيع، واحد هدني ومشى، ولا ربعي هدوني ومشى، وصار اللي صار. نزلت اغنيه. شنو احلى شيء بالدنيا حسن؟ ابوي. الله يحفظه ويخليه حقك. ودائما هو موجود. كان موجود. عرفنا شنو احلى شيء بالدنيا. طيب شنو اسوأ شيء فيها؟ سؤال صعب. قبل ما اموت راح اقول لك. بسم الله عليك. صعب، ما اعرف الحين. ما عرفت اسوأ شيء بالدنيا. تحتاج بعد التجربة. وقت. اي عشان اعرف شنو اسوأ شيء بالدنيا. ايش كثر حققت من هدفك؟ بالإمية. في وايد ناس راح تقول لك 20% 30%. انت؟ اتوقع بكل اغنية حققت هدف وهو 100%. اني اشتغل 100% اذا مو اكثر. اهدافي كلها يمكن ما تخلص، بس العمر ان شاء الله يعطينا عمر طويل نخلص الاهداف. صح. الافكار وايد. وايد. والنشاط والطاقة موجودة. وايد، اي وايد، بس هم الجامعة مرات تقلل هالنشاط. في اشياء ثانية في حياتك تقلل هالنشاط، ومرات النشاط يكون مش ماشي على اكمل وجه. طبعا اكيد. حسن، طبعا انا كثر ما اقول ان انا استمتعت بهذا اللقاء ما يكفي. انا اكثر. وكثر ما اقول ان هذا اللقاء كان جامع بين العمق، بين الفكر، بين الطرب الجميل. يا بعد راس. وبين الروح المرحة. اتوقع. وانا يعني مش شاكرت لك جدا حضورك ويانا. انا اكثر. ودائما دائما لما ندعوك ما تتاخر. احبكم وايد. ما زوي قناه الكويت، ما في احد ما يحب قناه الكويت اكيد. واحنا بعد نحبك ونتمنى ان شاء الله كل سنه عن سنه نشوفك قاعد تحقق الاكبر، الاهداف الاكبر، وننتظر منك دائما المزيد باذن الله. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا، انتم بعد مشكورين على حسن المتابعه، اتمنى تكونون استمتعتوا ويانا مثل ما احنا استمتعنا وياكم. الختام مو وياي، الختام مع حسن. انا الحين اقول لكم تصبحون على خير. شلونك؟ شو اخبارك؟ عاد سامحنا، خذينا رفيجك منك. لا ما يخاف، تخاف على عيسى الفلشاوي صاحبي. ايش الاجواء الحلوه؟ والله انا سعيد انك اقتحمتي هذه الصوره. انا جايبت لك رهش، ابيك تذوقه، رهش الكويتي. يا سلام. ان شاء الله يعجبك. ان شاء الله. من يد من عدم هاش ان شاء الله. العافيه. شويه بعد جرب. بس بصراحه شكرا. الذوق رغم انه كل حلو، بس يكمل من الكويت حلو. ايش رايك بالحلو الكويتي؟ الكويت على فكره اكلاتهم الشعبيه راقيه وفيها روح العيله. اتمنى انه يكون حوارنا حلو مثل الحلو الكويتي. بس انا لازم اصب لك قهوه. يلا صب لك قهوه. يا مرحبا. مثل ما قال الشاعر، يا مرحبا بش وبهلش وبالجمل اللي يرحل بش. مشكور، ما قصرت وحياك الله معانا. انا راح اسكب لي باحد بعد. خوش قهوه. الله يبارك. تستاهلين. حياك الله معانا في برنامج يا هلا. احنا سعيدين بتواجدك معانا استاذ انور. الله يحفظك. الحوثري، فناننا الكبير وطبعا باحث في التراث اليمني. نبي نعرف قصتك، ليش انت جاي؟ كان السبب الاساسي انك تجي الكويت؟ طبعا احنا نادر انك تحب الكويت. أكيد. ومن عشاق الكويت. أكيد. بس شنو القصه اللي خليتك تجي الكويت؟ الكويت هي نحن تعاطينا حب الكويت بالوراثه. اي خاصه نحن في حضرموت في اليمن.
عاشوا أهلنا من الكويت من أول يعني وصار الكويت والكويت يعني جزء من مننا يعني لا تجزى هذا مو مجامل هذا حقيقي تلاحظين هذا الكلام بالمستمرات فأنا جيت الكويت لأن في سابق معرفة من خلال ما حكوا الأجداد عن طيبة أهل الكويت وحبهم ورقيهم وتعاملهم الزين هذا السبب الأساسي وأنت تعرفين بقية السالفة يعني هل تواجدك بالكويت أضاف لمسيرتك الفنية غير من مسار مسيرتك الفنية والله أنا جيت الكويت وقد كنت رئيس جمعية فنانين في حضرموت لكن الكويت تضيف لك إيش تعطيك إحساس بالوناسة هذه السمرات اللي نحن نغنيها مع الكويتيين ألا يا مرحبا بشبه لي وسر حبي تعمل نحن جو تخليك تعتمد على نفسك في العزف أنا أضافت لي أكثر شيء خلتني أتعلم العود كنت في اليمن عزف على خفيف لكن لما جيت الكويت تعلمت العزف في السمرات الشباب يعطونا نحن الثقة إضافة لنا على لقيت فرص في كذا إذاعة في التلفزيون وهذه فرصة برضه حقيقية معك أخت ريم برنامج يا هلا إن شاء الله نكون يعني ضيوف خفاف الظل عليك إن شاء الله على طار العود المعروف إن يعني ما شاء الله عندنا فنانين يمنيين على معروفين على مستوى الخليج مثل المرحوم الفنان أبو بكر سالم والفنان أحمد فتحي وأنت بعد نحن صغار تعزفون العود السالفة العود عندكم العود هذا مثل ما تقولين زي المغنى الإنسان في اليمن خصوصا في المناطق هذه حضرموت ولحج العود فيهم فطرة تلاقيه مثلا من وصل الموهبة موجودة يعني من غير دراسة من غير تعليم انت ذكرتي أبو بكر سالم وذكرت أحمد فتحي وانا اذكر لك واحد اخطبوط عود حقيقي اسمه فيصل علوي الله يرحمه فيصل علوي هذا يعني خطير كلهم سمعت احمد فتحي الله يحفظه وسمعت عباد الجوهر وسمعت فنانين كثير عزفون عود عبود خواجه ما شاء الله عازف كبير لكن فيصل العلوي غير ابيك تسمعينه عشان تحكمين فصربعنا في اليمن عندهم العود هذا آلة أساسية يغنون فيها من غير موسيقى فالعازف يعتمد على نفسه من غير كمانجا من غير واللي جات الكمانجا خير وبركة استاذ انور لو حبيت أوجه لك دعوة مفتوحة أن تحضر حفل غنائي لمغني كويتي أو مغنية كويتية منو راح تختار؟ راح أختار دمشق أبو خالد عبد الكريم عبد القادر هذا الإنسان صوت الجريح يعني متسرب في ذكرياتنا كلنا نحن عشاق الفن الكويت صحيح أن عبد الكريم عبد القادر يعني ارتبط بمسيرة ذهبية مع فنان كبير اسمه عبد الرب إدريس تدريس ملحن بالنسبة لنا ملحني المفضل صحيح أنه أستاذ كبار بالكويت عبد الرحمن المعيجان ونام الديكان لكن عبد الرب إدريس وعبد الكريم عبد القادر ثنائي خطير منو بنظرك هو الملحن الأول بالكويت؟ الملحن الأول بالكويت ولا كل واحد له أسلوبه أي. مثلا سليمان الملا له أسلوبه أنور عبد الله له أسلوبه لكن أنا أميل إلى ألحان عبد الرحمن البعيدان الله يرحمه هذا الرجال خطير ولحن على معظم الإيقاعات الشعبية الكويتية والخليجية الأخرى لكن وجهة نظري أنا أن عبد الرب إدريس طبعا هو جزء من اللغة الكويتية لحن عبد الكريم عبد القادر لحن للمسلسلات هذه الإذاعية والتلفزيونية الدكتور عبد الرب عاش في الكويت فترة طويلة وهو يعتبر نفسه من أبناء الكويت يعني. نريد نقول لك حياك الله بالكويت هذه ديرتك زين أستاذ أنور مع أنك كنت أقول أستاذ علي وايد بس أريد أصحح المعلومة أستاذ أنور الحوثري فناننا الكبير حياك الله بالكويت استمتعنا باللقاء والأجواء الحلوة معك نبي نختم لقائنا في برنامج ياهلة بغنية حلوة منك إن شاء الله شنو راح تسمعنا؟ والله لي طلع العود إن نغني يعني يلا نسمع سر حبي فيك غامض سر حبي ما انكشف إيش لي خلاني أعشق فيك والعشق تلف أي شوقاني في شباب
فراقك وانا عيني تشوف لا تعذبني ولا صرت وتركت المكلل كذا ما فيك معروف انت تحفظ صاغها الرحمن محلة تحب انت في الدنيا قضية ما تحملها ملف انت اغلى اسم في قلبي ثلاثي الحروف لا تعذبني ولا صرت وتركت المكلل كذا ما فيك معروف وبسلم عليك